بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله. استكمل سويا مدارسة سورة المؤمنون، هذه السورة التي قلنا إنها تبين سبيل الفلاح وسبيل الخسارة، سبيل الفلاح للمؤمنين في الدنيا والآخرة، وسبيل الخسارة للكافرين في الدنيا والآخرة. وقلنا إن السورة ابتدأت بمقدمة بيّنت صفات المؤمنين المفلحين، ثم انتقلت بعد ذلك إلى عرض بعض مظاهر عظمة الله سبحانه وتعالى في خلق الإنسان وفي الكون. هذه المظاهر التي قادت المؤمنين إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، والتي ينبغي أن تجيب أو التي ينبغي أن تقود كل إنسان إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. الآن الآيات هتنتقل إلى عرض قصصي طويل فيما يقرب من 30 آية أو 33 آية. هذا العرض القصصي يعني يعرض لنا أو يعني يسرد لنا بعض قصص الأنبياء وحال المؤمنين المفلحين الذين آمنوا مع هؤلاء الأنبياء، وحال الكافرين الخاسرين أيضا مع هؤلاء الأنبياء، حتى يعني يتضح لكل إنسان بيقرأ هذه الآيات النجدين أو الطريقين، فيختار أي طريق سيسلكه. هل سيسلك طريق المؤمنين المفلحين الذين آمنوا بالأنبياء والمرسلين، أو سيسلك طريق الكافرين الخاسرين الذين أعرضوا عن طريق الأنبياء والمرسلين. فيقول الله عز وجل مبتدئا بقصة نوح عليه السلام: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. ما جاء به نوح عليه السلام هو الدعوة إلى التوحيد، وهذه الدعوة هي دعوة الأنبياء جميعا. والدعوة إلى التوحيد ليست مجرد كلمة يقولها الإنسان، ولكنها كلمة لها ما بعدها، كلمة لها ما بعدها، بمعنى أن هذه الكلمة تضبط تصورات الإنسان، تضبط سلوك الإنسان، تضبط أفكار الإنسان، فهي كلمة جامعة. لذلك هذه الكلمة هي التي تبدأ بها الأنبياء جميعا، ثم يبنى على هذه الكلمة بعد ذلك الشرائع والأخلاق ونحو ذلك. ولقد أرسلنا نوحا، الله عز وجل هنا يؤكد أنه أرسل نبيا في يوم من الأيام اسمه نوح. هذا النبي دعا قومه إلى الله سبحانه وتعالى. لولا أن القرآن أخبرنا عن نوح عليه السلام ما استطعنا أبدا أن نتأكد من وجود نوح عليه السلام. لولا أن القرآن أخبرنا بوجود مريم وابنها، لولا أن القرآن أخبرنا بوجود صالح وقومه، ما استطعنا أبدا أن نجزم بوجود هؤلاء لانقطاع الأسانيد ولاختلاط والتباس هذه القصص جميعا. نحن نجزم بوجود هذه الشخصيات التاريخية لأننا آمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن رسول الله عندنا صادق لا يكذب، وبالتالي فكل ما يخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق. يعني كأن القرآن لما أراد الله إنزاله كأنه باب التاريخ فتح لنا على مصراعي لنعرف من أحداث التاريخ ما أراد الله لنا أن نعرفه، ولولا نزول القرآن لكان التاريخ بالنسبة لنا بابا مغلقا لا نستطيع أبدا أن نحن نجزم بأي واقعة من الوقائع التاريخية. فالله عز وجل هنا يؤكد: ولقد أرسلنا، أؤكد لكم أننا أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله وحده لا شريك له، ما لكم معبود سواه، أفلا تخافون عقابه إذا عبدتم غيره، أفلا تتقون. والتقوى
الخوف من الله سبحانه وتعالى بفعل المأمورات، هذا الخوف يدفع الإنسان إلى فعل المأمورات وإلى اجتناب المنهيات. فإذا الإيمان بالله، معرفة عظمة الله سبحانه وتعالى، ستجعل الإنسان يشعر بضآلته أمام الله ويشعر بعظمة الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يبدأ هذا الإنسان يسأل نفسه: كيف أتقرب إلى الله؟ كيف أتقي غضب الله؟ كيف يرضى عني الله؟ فيأتيه الرسل الأنبياء عليهم السلام بالإجابات لهذه الأسئلة جميعا. طيب، لما نوح دعا قومه إلى عبادة الله الواحد الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، فقال الملأ الذين كفروا من قومه، هذا كان جواب الملأ، والملأ هم السادة والكبراء في كل أمة اسمهم الملأ، والملأ دول دايما القرآن لا يذكرهم بخير. هؤلاء السادة والكبراء الذين كفروا من قوم نوح قالوا 6 مقولات، قالوا 6 مقولات، ردوا على مقولة نوح عليه السلام لما دعاهم إلى التوحيد وعبادة الله تعالى وتقوى الله عز وجل، ردوا عليه ب6 مقولات. هذه المقولات موجهة ليس إلى نوح، ولكن موجهة إلى قومهم، موجهة إلى أتباعهم وجنودهم حتى لا يخسروا أتباعهم. فإذا هم وجهوا الآن سلاحهم الإعلامي لمن؟ لأتباعهم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما هذا إلا بشر مثلكم. يبقى المقولة الأولى أنه ما هذا الذي يدعي أنه نبي نوح، يدعي أنه نبي يوحى إليه، ما هو إلا آدمي مثلكم يشارككم في جميع الأمور، فيأكل كما تأكلون ويشرب كما تشربون ويتزوج وينام إلى آخره، فهو بشر. هذه المقولة الأولى. المقولة الثانية: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. إذن هم الآن اتهموا نوحا في نيته بعد أن قالوا إنه بشر، وهذا لا يعاب فيه نوح عليه السلام أنه بشر. المقولة الثانية أنه أراد بهذه الدعوة أن يعلو على الناس، أن يجد مكانة بين الناس، يريد أن يطلب الفضل والسيادة عليكم بهذه الصفة، صفة النبوة، هذه الصفة التي لا تملكون نظيرها، لأنه هو النبي بيكون في قومه نبي واحد، فيصير هو وحده المتبوع والبقية تبع الله. فهم الآن تدخلوا في نية نوح عليه السلام، يقرؤون ما في قلب نوح عليه السلام، وليس هذا سبيل المؤمنين يا أخوانا. سبيل الكافرين المنافقين دائما إن هو يحاول يتهمك بحاجات لا دليل عليها، يعني يقولك أقوال أو يفسر أفعالك تفسيرات لا دليل عليها. المؤمنين سبيلهم هو إنه لنا الظاهر والله يتولى السرائر. المؤمنين سبيلهم عدم إساءة الظن بالناس. يبقى أنت ما تقعدش تفسر تقول ده فلان ده أصل كان قصده كذا، وهذا يقصر في النساء الحقيقة، إنه يقول لك أصل فلانة دي كان قصدها من الكلمة دي كذا، أو قصدها بالغمزة دي كذا، أو قصدها بالمشوار ده كذا. تقعد بقى نفسر ونأول كأننا علمنا الغيب، وندخل بقى في مواويل سوء الظن والغيبة والنميمة والكراهية، وبص تلاقي الناس شايلة من بعضها على ايه ما نعرفش، وتقوم حروب على ايه ما نعرفش، لمجرد انه ايه الاخوات الكريمات بيصدقوا نفسهم ان هم عندهم شفافية. ما من واحدة تقابلها الا وتدعي ان هي عندها شفافية ما شاء الله، وتقرأ الافكار وهي لا قرأت افكار ولا حاجة، هي كلها وساوس الشياطين، والشيطان ما شاء الله مو مقصر، لم يقصر أبدا الحمد لله. المرأة الناصحة الصالحة تغلق هذا الباب تماما، تغلق هذا الباب تماما. مفيش حاجة اسمها أنا بقرأ أفكار الناس وبحس بالناس وبشعر بالناس، وكل المواويل دي هي باب العداوة والبغضاء بين الناس. فنحن لنا الظاهر يا إخوان، محدش قدامي عمل حاجة واضحة وصريحة يمكن أن يحكم من خلالها القاضي. يعني لما تروح كده للقاضي تقول له ده فلانة عملت كذا أو فلان عمل كذا، القاضي يقول لك صحيح كلامك صح،
دون ما دون هذا المستوى لا يصح لك أن تتهم أحدا بشيء ولا أن تظن فيه سوءا. شوفوا الأمر صعب إزاي يا أخوانا، شوفوا الموضوع صعب إزاي. والفقهاء بيعلمونا كده، بيقول لك أنت لو شفت واحد وواحدة عريانين على السرير لا يصح لك أنك تتهمهم بالزنا، لا يصح أنك تتهمهم بالزنا. تقول آه والله خالفوا الأمر الإلهي، عملوا خلوة، ممكن كذا، لكن الزنا حاجة تانية خالص. يبقى إذن يا إخوانا يبقى عندنا دقة، عندنا دقة وعندنا حذر شديد من اتهام الناس، لأن اتهام الناس مشكلة، وإساءة الظن بالناس مشكلة، وإذا أسأنا الظن بالناس الناس تسيء بينا الظن على طول. إذا فكرت إن أنا عندي شفافية وحدس وبصيرة والكلام ده كله، فغيري عنده 100 حدس و100 بصيرة، الموضوع مش صعب يعني، التأليف مش صعب. فإذا نحذر من هذا. فشوفوا أهم ماذا فعلوا، ألف ده نوح. شوف بقى إيه، بدأوا يقروا بقى مقاصد سيدنا نوح. ده نوح عايز من هذه الدعوة إنه يكون هو كذا، هو عايز يبقى كذا. يبقى إذا إيه، ما نعملش كده، ما نبقاش زي الكفار الوحشين دول. يبقى إذا إيه، يريد أن يتفضل عليكم. ولو شاء الله، ثم قالوا ولو شاء الله لأنزل ملائكة. المقولة الثالثة إنه ولو شاء الله أن يرسل رسلا إلى الناس يبلغون الناس دين الله سبحانه وتعالى لكان هؤلاء المرسلين من الملائكة. هذه دعوة أيضا، يعني دي مشكلة تانية، إن هم لما بعد ما اتهموا سيدنا نوح في نيته، وبعد ما قالوا لا ده بشر ده عادي ده ما ينفعش يبقى رسول، قال لك إن الملائكة ادعوا دعوة باطلة وهي إنه ينبغي أن يكون الرسول من الملائكة. طب دي جابوها منين؟ دي جابوها منين؟ مجرد تأليف، مجرد كده إيه، هبد وخلاص، كجزء برضو من الإيه، من الإيه، من محبة البشر في الهبد. يا حبيبي ما تقولش حاجة إلا إذا كان عليها دليل، لا تقل شيئا إلا إذا كان عليه دليل. ما عندكش دليل عقلي أو نقلي أو خبري أو حسي يبقى نسكت. الكفار أهو طلعت في دماغهم إن والله هي شكلها كده ما ينفعش الرسول إلا إنه يكون ملاك. ليه؟ لأن الرسول ده حاجة كبيرة قوي فلازم يكون ملاك، فهو إيه طلعت في دماغهم كده. فإحنا نتعلم من كده برضو يا أخواننا، إن إحنا عشان ما نعملش زي الناس دي، إحنا إذا أردنا أن نتحدث في موضوع أو نتحدث في قضية أو ندلي بدلونا في أمر، ينبغي أن نحن دايما يكون عندنا دليل. إن كنت ناقلا فالصحة، أو مدعيا فالدليل، ده منهج المسلمين يا جماعة، أو مدعيا فالدليل. قلت فلان ده وحش ليه؟ عشان كذا كذا كذا. فلان ده حلو ليه؟ عشان كذا كذا كذا. فلان ده أنا ما كذا عشان كذا. يبقى كده دايما عندي، وإلا أسكت، فليقل خيرا أو ليصمت. يبقى إذن إيه؟ هذه المقولة الثالثة، ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. شوفوا بقى كمان الفجر، يقول لك ده اللي نحجي بيه دوت، إنه ادعاء إنه هو ده حاجة جديدة ما حصلتش قبل كده. فهو يتهم دائما الدعاء إلى الخير بأنهم ناس مبتدعين، أو كأنهم ناس عارضين على المجتمع، زي بالظبط كده بنسمع اليومين دول ان والله مصر ما كانش فيها حجاب قبل كده. فين ايام مصر الجميله قبل ما يظهر الحجاب، قبل الغزو الوهابي لمصر؟ يقعدوا بقى كده ايه، كان يعني الحجاب ده هو بتاع الوهابيه بس. دايما كده يحاول اهل الباطل اظهار اهل الحق على ان هم حاجه عارضه، بينما الحق هو انه اهل الكفر واهل الضلال هم اللي عارضين في تاريخ البشريه. يعني تاريخ البشرية يا أخوانا هو تاريخ من التوحيد، ثم ينحرف البشر عن هذا التوحيد، ثم يرسل الله تعالى رسولا آخر إلى الناس ليعيد الناس إلى الحق. تعال بقى حضرتك ادرس تاريخ الأديان زي ما هو موجود عن في الجامعات الغربية، ولا تبع علم الميثولوجيا ولا الكلام ده كله، تلاقيهم بيعقوا عك السنين بصراحة. يقول لك إنه الأول من اخترع التوحيد، ولا أول من اكتشف، ولا أول من قال بالتوحيد إخناتون، كأن قبل إخناتون التوحيد ما كانش موجود. كأنه التوحيد عارض في تاريخ البشرية، كأنه الدين عارض في تاريخ البشرية، كأنه الأصل في الإنسان إنه يكون كده متروك هملا زي الأنعام. وبعدين يطلع لك بالنظريات اللي تؤكد ده،
نظرية بقى التطور وغيرها من النظريات، بحيث الإنسان يشعر إنه زي الحيوان بالضبط، أو هو حيوان لكنه فيه شوية كده فهم، يعني حيوان متطور شوية. فينتكس الإنسان بعد ذلك انتكاس شديد. والواقع إن ربنا سبحانه وتعالى كرم الإنسان وخلقه بيديه، وأسجد له الملائكة، وأرسل إليه الرسل، وأنزل إليه الكتب. ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين؟ طيب مش لازم تسمع، إذا كنتم مش أنتم ما تسمعوش فأنتم مش معيار لحاجة. برضو من سمات أهل الباطل يا إخواننا اللي هتلاقوها دايما، إنهم بيعتبروا أحاسيسهم ومعلوماتهم وانطباعاتهم دائما صحيحة. يعني هو طالما حس بالحاجة إن هي حلوة تبقى حلوة، حس بالحاجة وحشة إن تبقى وحشة، انطباعاته عن الحاجة الحلوة تبقى حلوة من غير أدلة، من غير يعني إيه، من غير كلام علمي موضوعي موزون. إذا كانت معلوماته عن الحاجة قليلة تبقى هي كده الصح بتاعها، وإذا جبت له المعلومة الكاملة قد لا يقبل، قد لا يقبل. فيعرفوا يا جماعة سمات أهل الباطل، لأن سمات أهل الباطل دي إذا كانت موجودة في الكفار بحيث تبقى يعني دارك بلو على سبيل المثال، فهي يمكن تكون موجودة في المسلمين يعني إيه، يعني إيه، على فاتح شوية، يعني الدرجة الأفتح شوية منها أو الأفتح جدا منها. فإذا كل صفة من الصفات اللي القرآن بيذكرها في الكافرين قد توجد في مسلم من المسلمين لكن بدرجة أخف. فلذلك القرآن بينبهنا على هذه الصفات حتى نتجنبها وحتى لا نتخلق بأخلاق هؤلاء. طبعا مش معنى إن المسلم يعني عمل زي كافر في حاجة إنه بالضرورة يكفر، والعياذ بالله، نحن لا نكفر. لكن ممكن الواحد يعمل زي المنافقين، ممكن الواحد يعمل زي الكفار، فلا ينبغي إن الواحد يفعل مثل هؤلاء. والقرآن بيدينا مناهج يا جماعة، بيدينا مناهج في التفكير عشان نضبط عقولنا ونضبط قلوبنا. ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. طيب يا سيدي شكرا، مع أنك ما سمعت، إيه المشكلة يعني؟ هو أنت سمعت كل حاجة؟ ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. كأنه يعني نوح ودعوة النبوة دي حاجة كده جديدة، حاجة اخترعها نوح عليه السلام، والواقع أنها ليست كذلك. واقع أن الأمر ليس كذلك، ده احتجاج ساقط، احتجاج ساقط. وحتى إذا كنت ما سمعتش، فهل قوة الموضوع، أو هل الموضوع بياخد قوته وبياخد حجيته من سماعك، أو هل بياخد، بلاش سماعك، أو هل الموضوع بياخد قوته من القدم إنه يكون قديم مثلا؟ يعني شوف المغالطات، شوف المغالطات اللي بينطبع عليها الكلام، يعني كأن الكلام لا يكون صحيحا إلا إذا كان قديما، أو كأن الكلام لا يكون صحيحا إلا إذا سمع به آباؤهم. حاجة عجيبة جدا، بدل ما ينظر في الدعوة نفسها وفي الكلام نفسه اللي جايبه نوح عليه السلام، ماذا فعلوا؟ قال لك لا، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، عشان يريح نفسهم ولا ينظروا فيما أتى به نوح عليه السلام. ودي معايير كلها مختلة، معايير مختلة، عشان تعرفوا إن إخواننا الجماعة اللي هم بيبدو ليك إن هم أعقل العقلاء، دول ناس كلهم مجانين، يعني عند أهل العقل السليم مجانين ولا يدرون. لذلك حجة الإسلام الغزالي عليه رحمة الله يقول إن العقل الكامل لا يكون إلا في المؤمن الكامل، العقل الكامل لا يكون إلا في المؤمن الكامل. مهما بدا لك إن الشخص دوت عاقل وكذا وكذا وكذا، هتلاقيه بيقول كلام يضحك العيال الصغيرين، مهما كان فيلسوف ولا مفكر ولا عالم ولا فيزيائي ولا كذا ولا كذا، هتلاقيه شاطر في حاجات محدودة، زي بالظبط الراجل اللي شاطر في النجارة، شاطر في الحتة دي، لكن بقية الحاجات التصورات الكلية في ساذج جدا، طفل طفل فيها. فلذلك هذه الأمور يا أخوان، التصورات الكلية دي لا تؤخذ إلا من نبي، لا تؤخذ إلا من الأنبياء عليهم السلام، لأنها عايزة عقل كامل. وأصحاب العقول الكاملة على ظهر الأرض هم الأنبياء عليهم السلام، ومن سار على طريق الأنبياء عليهم السلام، وإلا فليس في وسع الإنسان أن يدرك كليات الوجود، ليس في وسع الإنسان أن يدرك كليات الوجود إلا بمعونة إلهية. فلذلك الذي يدلون على كليات الوجود هم الأنبياء عليهم السلام، أو من سار على نهج الأنبياء عليهم السلام. وإلا فالإنسان بينغمس في حتة صغيرة قد كده وما يعرفش إلا هي، وإذا اتكلم في أي حاجة غيرها يبقى طفل ساذج مش عارف يقول حاجة. طيب، وده واقع مشاهد.
ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. إذن إيه المقولة الخامسة الآن؟ إن سيدنا نوح هذا ما هو إلا رجل به نوع من أنواع الجنون. شوف شوف زي بالضبط كده إيه، كل يرى الناس بعين طبعه. هم لأنهم قالوا كلام مجانين من شوية، قالوا كلام فيه مغالطات منطقية من شوية، فشوف اللي بيحصل إيه بقى، إن هو يتهمك بما هو فيه، ودي برضو سمة من سمات أهل الباطل، وسمة من سمات أهل الإيه، أهل الخذلان والعياذ بالله، إن هو دايما يتهمك بما هو منغمس فيه. زي بالظبط بنسمع كده يقول لك المشايخ مشغولين بالشهوات، وهم سبحان الله العظيم ربنا فضحهم ليلا ونهارا، فضيحهم مالية الدنيا سبحان الله العظيم، مجرمين لا يستحون من الله ولا يستحون من الناس، ويرمون الناس بما هو في، يرمون المؤمنين بما هو في، يقول لك ده المشايخ دول تجار دين، او الناس دول تجار دين او كذا، وهم بيعبدوا القرش عبادة. فكل واحد يا اخواننا هتلاقوه بيتهم غيره بحاجة غالبا الصفة دي فيه هو. فهو يقول لك هنا ايه، ان هو الا رجل به جنة. يتهم سيدنا نوح بالجنون وهم في الحقيقة الذين يقولون كلام مجانين. يقول لك سيدنا نوح ده طالب الزعامة والرئاسة، وهم في الحقيقة اللي مش عايزين يسيبوا الزعامة والرئاسة. يعني هم ليه اتهموا سيدنا نوح بان هو طالب الزعامة والرئاسة؟ لان هم متمسكين بالزعامة والرئاسة، مش عايزين يسيبوها، فاللي فيهم بيرموه غير، بيرموا بيه غيرهم. إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. فسيدنا نوح الآن عندهم رجل به جنة، يعني به نوع من أنواع الجنون. ليه؟ لأنه طالب للزعامة والرئاسة، مفتون بحب الزعامة والرئاسة، اتخذ النبوة وسيلة للوصول إلى الزعامة والرئاسة، وده جنون. طيب فتربصوا به حتى حين، هذه هي المقولة السادسة. فنعمل إيه بقى الحل؟ إيه بقى؟ اصبروا عليه، تربصوا به يعني انتظروا، اصبروا عليه إلى أن يموت فتستريحوا منه ومن دعوته. فإحنا بقى هنعمل نسيبه بقى كده إيه، فخلاص هم الآن السادة والكبراء دول اتحصنوا أتباعهم بالدعاوى الكاذبة بالمغالطات المنطقية، بحيث لا يسمع لنوح أحد. فكان سيدنا نوح عليه السلام يذهب لدعوتهم، والناس خلاص الإعلام ملى دماغهم بالكلام الغلط، الإعلام السادة والكبراء ملأ أدمغتهم وصدهم عن سبيل الله، فعمل حاجز نفسي بينهم وبين نوح عليه السلام. زي بالضبط ما كان أبو لهب يسعى وراء النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما النبي يكلم حد يروح واخده هو بعد النبي، يقول له اوعى تصدق ده ابن أخويا وأنا عارفه كويس. وكانوا يستنوا أي حد جاي يزور الكعبة من قبائل العرب يحذروه، ده يقول له خد بالك هيقابلك واحد مجنون اسمه محمد بيقول إن هو نبي، فإذا جه كلمك خده على قد عقله. فيبقى كده إيه، في عملية تحصين كده قبل ما يسمعوا حاجة. فالملأ فعلوا نفس الشيء، سبقوا إلى عقول الناس، ويبدو والله أعلم إنك لما تسبق لعقول الناس بفكرة معينة يبقى يصعب جدا انتزاعها، يصعب جدا انتزاعها، لأنك بتبقى محتاج إنك تخرج هذه الفكرة أولا، ثم تضع مكانها الفكرة الصحيحة. فلذلك بيعمل دائما شياطين الإنس والجن على السيطرة على الناس، السيطرة على عقول الناس، أن يسبقوا إلى عقول الناس قبل الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. يستخدموا في هذا سائر الوسائل الممكنة والغير ممكنة، المشروعة والغير مشروعة. ليه؟ علشان يسبقوا إلى عقول الناس. فإذا هذه هي المقولات الست، فتربصوا به حتى حين. خلاص يعني كلها نعمله نحن، نسيبه كده هو لحد ما ايه، ما يموت. سيدنا نوح عليه السلام لما يئس من دعوة قومه، طبعا القرآن بيكمل بعضه بعضا، القرآن بيكمل بعضه بعضا، والآيات الأخرى أوردت لنا ما فعله سيدنا نوح عليه السلام مع قومه. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر. يعني الآيات التي تدل على تعب سيدنا نوح مع قومه في القرآن كثيرة، لكن هذه الصورة ركزت على ما يخص موضوع الصورة، زي ما اتفقنا قبل كده إنه هذه الصورة ذكرت من قصة سيدنا نوح ما يخدم موضوعها، لأن الغرض مش القصة، الغرض هو العبرة اللي في القصة.
الغرض مش الحكاية، الغرض الدرس اللي في الحكاية. فالقرآن بيأتي من قصص الأنبياء ما يخدم موضوع السورة. موضوع السورة هو إيه؟ بيان المفلحين والخاسرين. فبيقول لك شوف الخاسرين بيعملوا إيه؟ أوعى تبقى زيهم بقى. الخاسرين بيقولوا كده، الخاسرين بيفكروا كده، فأنت إذا أردت أن تكون من المفلحين لا تفعل هذا. لذلك قصص القرآن يا أخواننا في القرآن ده إعجاز، إعجاز فوق الإعجاز. طيب فسيدنا نوح عليه السلام لما يئس من دعوة قومه قال رب انصرني بما كذبون. طبعا الكلمة دي ما تتقالش إلا بعد سنين وسنين من الدعوة. قال نوح هذا عليه السلام في آخر مسيرة حياته الدعوية، بعد أن يأس من إيمانهم وبعد أن يأس من استجابتهم لدعوة الله تعالى، قال رب أعني عليهم، رب انصرني عليهم. كيف؟ لإهلاكهم، لأنهم كذبوه فيما بلغهم من رسالة الله سبحانه وتعالى. فاستجاب الله عز وجل لسيدنا نوح. كيف استجاب الله عز وجل لسيدنا نوح؟ أراد الله تعالى أن تكون الاستجابة لسيدنا نوح ليست فورية، وإنما أيضا يكون فيها اختبار لنوح، ويكون فيها إمهال، إمهال للكافرين لبعض الوقت لعلهم يهتدون. يعني أيضا استجابة فيها رحمة من الله سبحانه وتعالى بالكافرين. فاستجاب الله عز وجل دعاءه وقدر نصره. فماذا حصل؟ أوحى الله عز وجل إلى نوح أن يصنع سفينة، هذه السفينة سيصنعها بمرأة من الله سبحانه وتعالى وبحفظ من الله تعالى ومراقبة من الله تعالى، حتى لا يعتدي عليه أحد من الكافرين. ومهارة النجارة هذه لم يكن يعلمها نوح، وإنما علمه الله من ضمن ما علمه. عشان تعرفوا حضراتكم إن النبي إذا كان الله عز وجل سيعلمه أمور معنوية أخروية، أمور عقلية، فالله كذلك قادر على أن يعلمه أمور فيها خبرات حياتية وصناعية ونحو ذلك. لذلك توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم الدنيوية لأصحابه لا نتركها هكذا. نعم ربما لا تتعلق بالتشريع، ربما لا تتعلق بالتشريع، لكن وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فإذا الله عز وجل علم سيدنا نوح هذه المهارة وصارت عنده خبرة في صناعة السفن. فقال الله له، فأوحينا إليه أن يصنع الفلك بأعيننا ووحينا. بأعيننا دي كلمة العين هنا مضافة إلى الله سبحانه وتعالى. كيف سيصنع نوح السفينة بعين الله؟ لو خدتها على ظاهرها زي العيال ما بيقولوا اللي مش فاهمين حاجة، وقلت دي صفة مش عارف من صفات الله وحاجات شبه كده، أو قلت والله دي نأخذها كده على ظاهرها نثبتها، تثبت فيها إيه؟ تثبت فيها إيه حبيبي؟ هذه الكلمة إما إنك حضرتك تفوض علمها إلى الله سبحانه وتعالى، أو إنك تأولها. والأولى هنا هو التأويل، لأنه ده لسان العرب. هنصنع الفلك بأعيننا، يعني بمرأة منا، يعني بحفظنا بعلمنا. فما تقوليش نثبت لله العين، هو هنا أصلا العين بمعنى العين الجارحة ولا غير الجارحة؟ حتى العين هنا بمعنى الحفظ والرعاية والحماية وكذا. فإذا يعني لا نجعل القرآن عضين. ما يعني أنت لو فسرت العين هنا بأنها عين، فسرتها بأنها عين لله تعالى، يبقى أنت كده خرجت الآية عن سياقها. بقى القرآن كده ما فيهوش بلاغة. فاصنع الفلك بأعيننا، زي ولتصنع على عيني بالضبط، يعني بمرأة من الله، يعني في كنف الله، في حفظ الله. فالعين هنا مراد بها الحفظ والرعاية والحماية. فأوحينا إليه أن يصنع الفلك بأعيننا ووحينا، فإذا جاء أمرنا وفارت النور. ربنا سبحانه وتعالى جعل لسيدنا نوح علامة، إذا جاء الموعد الذي قدره الله تعالى ليعذب هؤلاء، وفار التنور، ورأيت الماء يفور من التنور الذي يخبز فيه. التنور ده المكان اللي كانوا بيخبزوا فيه، المكان اللي هو فيه بيعملوا بيحطوا فيه الخبز أو النار التي يخبز فوقها الخبز. إذا رأيت أن الماء خرج من هذا التنور، فإيه اللي يحصل؟
يدخل سيدنا نوح السفينة. يبقى بداية العذاب إن المكان الذي يكون فيه النار يكون فيه ماء، يبقى بداية العذاب هكذا. طبعا متصور ربنا سبحانه وتعالى بنى هذه الدنيا على أسباب، وبالتالي العذاب أتى بالتدريج كما هي سنة الله سبحانه وتعالى. فالمية بدأت تزيد شوية بشوية شوية بشوية، ثم صارت الماء يخرج من الأرض كثيرا، ثم صار ينهمر من فوق كثيرا، حتى امتلأ الوادي أو امتلأت هذه المنطقة التي كان فيها سيدنا نوح عليه السلام وقومه بالماء وغرقوا. طيب، فسيدنا نوح بعد ذلك أمره الله أن يدخل السفينة. يقول الله تعالى: حتى فأوحينا إليه نصنع الفلك بأعيننا وحينا، فإذا جاء أمرنا وفارت التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين. يبقى إذن لما سيدنا نوح عليه السلام يشوف التنور فار بالماء يبدأ يجمع من كل زوجين اثنين. طبعا عملية الجمع دي هتاخد وقت، معنى ذلك أن فوران التنور كان إشارة، ثم بعد ذلك الأمور تزيد شيئا فشيئا كما قلت لحضراتكم. فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، يبقى هيحط في السفينة من كل زوجين اثنين من الحيوانات من أنواع الأحياء، من كل زوجين اثنين ذكر وأنثى ليستمر النسل، ويدخل من أهله من آمن به إلا من سبق عليه القول، يعني إلا من وجب عليه العذاب من الكفار. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، يعني لا تسألني يا نوح في رفع العقاب عنهم عن الكفار، إذ أمر الله سبحانه وتعالى بإهلاكهم وقضى ذلك عليهم قضاء مبرما، قضى أن يموتوا غرقا. مع أنهم الآن في وقت نزول هذه الآيات على نوح كانوا في مكان آمن، كانوا في مكان آمن، فأن يتحول الوادي الذي كان فيه نوح أو القرية التي كان فيها نوح عليه السلام من مكان يابس إلى مكان فيه ماء، هذا لا شك كان معجزة من الله سبحانه وتعالى. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، ومعنى لا تخاطبني في الذين ظلموا أيضا أن سيدنا نوح أخوانا ما كانش قاسي القلب كما يتصور كثير من الناس. سيدنا نوح لما دعا على قومه ما كانش قاسي القلب، وإنما كانت شفقة على المواليد الذين سيولدون من هؤلاء، ومحبة في الله عز وجل إنه لا يكثر الكفرة بالله سبحانه وتعالى على الأرض. فلذلك سيدنا نوح هنا كأنه لما سيوجب الله عز وجل العذاب على الكفار ربنا يقول ولا تخاطبني في الذين ظلموا، يعني كأنه سيدنا نوح أيضا صفته هي صفة نبينا صلى الله عليه وسلم، وصفته هي صفة سائر الأنبياء، إنهم يخافون على أقوامهم ويحبون لأقوامهم النجاة. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله، فإذا حصل لك ولمن معك الاستقرار في السفينة فماذا نفعل؟ نذكر الله عز وجل، نثني على الله تعالى، نحمد الله تعالى قائلين الحمد لله الذي نجانا خلصنا وأنقذنا بتدبيره وعنايته وحفظه من القوم الظالمين، وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. وقل رب أنزلني يعني أنا ومن معي مكانا مباركا، إنزالا مباركا، وأنت خير المنزلين يعني أنت خير من ينزلنا في أفضل مكان وأحسن مكان. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. في هذا الذي ذكره الله علينا وقصه علينا من أمر نوح عليه السلام آية، في هذه الآية بيان لمصير المؤمنين المفلحين، حيث ركبوا السفينة وحمدوا الله تعالى ودعوا الله تعالى ونسبوا الفضل إلى الله تعالى، وفيها آية بذكر الكافرين وسلوك الكافرين وكيف أنهم خسروا في النهاية. إن في ذلك لآيات، وليست آية واحدة، إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين وما كنا إلا مختبرين
هؤلاء يعني هي الدنيا كلها هي عبارة عن اختبار. فهذه آيات، وما كان الله عز وجل إلا ليختبر عباده، لأنه أراد أن تكون هذه الدنيا دار اختبار ودار ابتلاء. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، ثم خلق الله عز وجل بعد ذلك قرونا آخرين. توالد قوم نوح عليه السلام، وأتى المؤمنون بالله تعالى، وصار الناس جيلا بعد جيل مؤمنون موحدون، حتى أتاهم أيضا الانحراف، فبعث الله عز وجل إليهم بعد ذلك من يهديهم إلى الله سبحانه وتعالى. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. هذا الرسول الذي سيرسله الله سبحانه وتعالى بعد ذلك هو سيدنا هود. سيدنا هود هو الذي أتى بعد سيدنا نوح عليه السلام. فإذا خلق الله عز وجل بعد ذلك قوما مؤمنين حصل فيهم الانحراف، فأرسل الله عز وجل بعد ذلك سيدنا هود. إذ ده بيؤكد ما قلته لحضراتكم، أو ده بيسير مع نفس الفكرة أنا قلتها لحضراتكم، إنه تاريخ البشر هو تاريخ من التوحيد، الخط المستقيم، ثم انحرافات لا تترك، وإنما يتابعها الله سبحانه وتعالى، ويرسل الله عز وجل الهداة المهديين ليهدوا العباد إلى الله سبحانه وتعالى. فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. جاء هود عليه السلام وكان منهم، فأرسلنا فيهم رسولا منهم، يعني منهم نسبا، منهم لغة، منهم إقامة. وهذه سنة الله، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، حتى يكون قريبا من الناس، أن يعرفه الناس، يعرف عادات الناس، تقاليد الناس، وبالتالي يكون علاجه لنفوس الناس والأوضاع التي فيها الناس أسهل، ويكون يعني أقرب إلى الناس إذا كان منهم. فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، جاءهم بهذا الدستور الإلهي الذي جاء به الأنبياء جميعا، أفلا تتقون، دعوة إلى الخوف من الله عز وجل واتقاء عذاب الله تعالى. التقوى هي أن تجعل بينك وبين ما يغضب الله وقاية، معنى ذلك أن الغضب موجود، الله يغضب ويرضى، فأنت ماذا تفعل أيها الإنسان؟ تجعل بينك وبين ما يغضب الله وقاية، عندها تكون قد اتقيت الغضب. كيف نجعل بيننا وبين ما يغضب الله وقاية؟ بفعل المأمورات واجتناب المنهيات. وقال الملأ من قومه، أيضا الأشراف الوجهاء الرؤساء هيطلعوا لنا في الإيه؟ في المقدر زي الجماعة الأولين، دايما هم دولة اللي بيحاربوا الدعوات. ليه؟ لأن الدعوات هذه يا أخواننا بتدعو إلى الفضائل، بتدعو إلى الحق، تدعو إلى العدل، تدعو إلى المساواة، والناس دولت استقرت أوضاعهم الاجتماعية على غير ذلك. فلذلك أكثر الناس استجابة لدعوات الأنبياء هم الفقراء والمعدمين المظلومين، وأكثر الناس حربا للإصلاح وللدعوات وللتغيير وللعدل وللحق والمساواة الناس اللي أوضاعهم مستقرة، مش عايزين تغيير. ليه؟ لأن هم أي تغيير ربما يخصم من رصيدهم، أو أي تغيير ربما يخسرهم، والواحد لما بتكتر فلوسه يبقى خايف عليها من الهوى. فإذا هو يحب، هؤلاء الناس يحبون إيه؟ استقرار الأوضاع التي استقرت لهم على ما هي عليه. فلذلك دائما الملأ هم اللي إيه؟ اللي يطلعوا يعارضوا دعوات الأنبياء والمرسلين. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم، هؤلاء الأشراف الوجهاء كفروا بالله وبرسالة سيدنا هود عليه السلام، وكذبوا باليوم الآخر، مع أن الله عز وجل أنعم عليهم ووسع عليهم متاع الدنيا، حتى يعني بطروا هذه النعمة، وحتى اعترضوا على سيدنا هود عليه السلام وقالوا ما هذا الذي يدعي أنه رسول، ما هو إلا بشر مثلكم. عندهم الملأ دول عندهم تصور كده مثالي، إنه الإنسان المتدين ده أو الإنسان اللي هو النبي ده لازم يكون حاجة كده إيه؟ ما بتغلطش خالص، حاجة كده تكون خارج نطاق المألوف عشان يؤمنوا بيها.
فعندهم النبي ما ينفعش إلا إن يكون ملاك. طيب أنت لو متدين، الناس دولت ما يصدقوكش إلا إذا كان ليك أجنحة بتطير بيها، غير كده ما يصدقكش. يعني أنت لازم تبقى لك أجنحة علشان الناس دولت. ليه؟ لأنه شهوات الناس دي غالبة عليهم. لذلك يا إخواننا بنقول المال فتنة، المال فتنة، ولم يذكر المال في القرآن إلا مع الفتن، ولم يذكر المترفون والمنعمون في القرآن إلا في سياق الذم والعياذ بالله. فلذلك الواحد فينا يحذر، لأنه أفكاره تتغير. فإذا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. يعني طالما أنت بتقول رسول فلازم تبقى حاجة كده إيه، عجيبة غريبة، حاجة كده ليها أجنحة، أبيض فأبيض، ما شاء الله بتشع نور كده، النور سبقك، يعني حاجات كده إيه، حاجات كلها هتلاقيها في الآخر حاجات مادية وحسية كمان، يعني مش حاجات معنوية، مع أن الأنبياء جميعا بيأتوا بمعجزات معنوية كثيرة، لكنهم أيضا يطلبون في الرسول أن يكون حاجة خارجة عن المألوف الحسي. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. هم الآن يقسمون لأتباعهم، لجماهيرهم، أنهم إن أطاعوا بشرا مثلهم فيما يأمر به وفيما ينهى عنه سيكونون من الخاسرين. ماذا سيخسرون؟ سيخسرون ربما يخسرون الوظائف، ربما يخسرون نصرة هؤلاء الوجهاء، يعني كأنهم أيضا يضغطون على الناس بالتلويح بسلاح الخسارة، إنك أنت حياتك هتنقلب، مش هيبقى فيه الأمن والأمان اللي كان موجود قبل كده، مش هيبقى فيه الاستقرار اللي كان موجود قبل كده، فأنتوا يا جماعة لا، ما تعملوش يعني إيه، لا تستجيبوا لهود عليه السلام. أو ربما ستخسرون بترككم الآلهة التي ستغضب عليكم. وطبعا الجماعة الوجهاء دولت آخر ناس بيؤمنوا بهؤلاء الآلهة، لكن مع ذلك بيستخدموا هذا السلاح حتى يعود أتباعهم وعبيدهم إلى طاعتهم. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. هيهات، أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا أنكم مخرجون. الآن بيستهزئوا باب إيه؟ بيستهزئوا بمسألة البعث والحساب بعد الموت. هل أيعدكم نوح، أيعدكم هود عليه السلام وعدا، هذا الوعد وعد عجيب مستغرب، حيث يذكر لكم أنكم ستموتون ثم تكونون بعد ذلك أحياء، بعد أن كنتم عظاما نخرة بالية ستصبحون بعد ذلك أحياء، وهذا أمر عجيب لا يصدقه أحد، هذا أمر بعيد، هيهات هيهات لما توعدون، بعيد بعيد ما يعدكم به هود من البعث بعد الموت والحياة الأخرى، ده أمر مستبعد جدا، ده مش موجود، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. المسألة كلها إنه هي دنيا فقط، الحياة في الدنيا فقط، لا حياة غير هذه الحياة، لا بعث بعد الموت، وما نحن بمبعوثين، إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. الخلاصة إنه رجل كذاب يختلق يكذب على الله تعالى في ادعائه أنه رسول من عند الله، ولذلك نحن لا نؤمن به، وندعوكم أيضا أيها الناس ألا تؤمنوا به. سيدنا هود عليه السلام لما أيضا يئس من إيمانهم قال رب انصرني بما كذبون، لجأ إلى الله سبحانه وتعالى في آخر مسيرته الدعوية بعد أن يئس من إيمان قومه وبعد أن يئس من استجابتهم لدعوته، قال رب انصرني عليهم بإهلاكهم بسبب تكذيبهم له، فأجابه الله سبحانه وتعالى وقال قال عما قليل ليصبحن نادمين. الله تعالى أجابه قال بعد زمن قريب ليصبحن، تأكيد يعني أؤكد لك، سيصير هؤلاء المكذبون نادمين على كفرهم وعلى تكذيبهم، حيث يأتيهم عذاب الله تعالى في الصباح، ليصبحن نادمين، يعني سيحصل لهم الندم في الصباح، فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. فأرسل الله عز وجل عقابه، أنزل عقابه في الوقت المقدر لإهلاكهم،
فمع الريح الشديدة أرسل الله عز وجل عليهم صيحة. والعلم الحديث يا أخوانا اكتشف إن الإنسان ربما يموت من الصوت العالي، الأصوات العالية تميت الإنسان. فإذا أرسل الله عليهم الصيحة، هذه الصيحة أخذتهم وأهلكتهم، فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء، فصيرهم الله عز وجل هلك هامدين كالغثاء. والغثاء هو الشيء الذي يلقى هكذا لا قيمة له، فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. فبعدا للقوم الظالمين يعني طردا لهؤلاء، هلاكا لهؤلاء، طردا لهم من رحمة الله تعالى. فالله عز وجل لم يرحمهم في الدنيا ولن يرحمهم في الآخرة، فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. لاحظ فوق كان بيقول قرنا آخرين، هنا قال قرونا آخر، يعني بعد مرور مدة زمنية طويلة أيضا أتى بعد قوم هود أقوام آخرين، زي أقوام سيدنا صالح وأقوام سيدنا لوط وأقوام سيدنا شعيب وغيرهم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، ما من أمة يعني تستطيع أن تسبق الأجل المقدر لها إن أراد الله عز وجل أن يعذبها، ما من أمة تستطيع أن تؤخر عذاب الله إن أراد الله أن يعذبها. فكل الأمم مهما كانت قديمة أو حديثة واقعة في قبضة الله سبحانه وتعالى. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، ثم أرسلنا رسلنا تترى. زي ما بقول لحضراتكم تاريخ البشرية يا أخوانا الذي ينبغي أن نعلمه جميعا بعيدا عن علماء الميثولوجيا وتاريخ الأديان وما يكتبونه من ترهات، وللأسف الترهات دي بتدرس في جامعات. تاريخ البشرية هو تاريخ من النبوة، بل كل العلوم يا أخوانا التي ننعم بها الآن سواء كانت علوم دينية أو دنيوية، علم الطب وعلم الفلك وغيره والكتابة وغيرها وغيرها وغيرها، هي علوم نبوية بالأساس. والفكرة دي بيؤكد عليها حجة الإسلام الغزالي في أكثر من موطن، في المنقذ من الضلال وفي إحياء علوم الدين، وحتى دارسي الفلسفة القدامى المتعمقين في دراسة الفلسفة بيقولوا أن كبار الفلاسفة هؤلاء لا يستبعد أن يكونوا أنبياء أصلا، ثم حرفت كلماتهم. فكل ما ينعم به البشر من خير على هذه الأرض مصدره نبوة قديمة. لذلك يقول الله تعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى، متتابعين رسول بعد رسول، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. بإذن كل إنسان سيبعث الله له، أو كل قوم أو كل أمة سيبعث الله عز وجل لها رسلا يقيمون الحجج على الناس. كلما جاء أمة رسولها كذبوه، فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث. أتبعنا بعضهم بعضا بالإهلاك، يعني كلما كذب مكذب جاءه الإهلاك على هذا النسق، زي ما كما رأيتم في قوم نوح وكما رأيتم في قوم هود على هذا النسق. كلما كذب مكذب أتبعه الله بالهلاك وأهلكه الله تعالى. وجعلناهم أحاديث، يعني جعل الله هذه الأمم المكذبة قصصا يتسامر بها الناس ويأخذ منها المؤمنون العبرة والعظة. فبعدا لقوم لا يؤمنون، فطردا لهؤلاء من رحمة الله. وإذا كان هؤلاء مطرودون من رحمة الله فالمؤمنون وأتباع المؤمنين داخلون في رحمة الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.